نظمت بالأمس جامعة جمينة بالتعاون مع السفارة السعودية بالبلاد ندوة علمية حول أهمية الأمن بحضور عدد كبير من الأساتذة والباحثين. عائشة دوغي والمزيد عن هذه الندوة. الإخلال في النظم الأمنية يترك أثراً سيئاً في نفوس المواطنين، إذ أنه بغياب الأمن يجعل الإنسان يعيش في قلق واضطراب نفسي. ومن أجل الابتعاد عن هذه الاضطرابات، فقد أقامت جامعة جمينة بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالبلاد ندوة علمية، وذلك حول أهمية الأمن، حيث تطرق المحاضرون في هذه الندوة إلى ثلاث محاور أساسية، وهي مفهوم الأمن وأهميته، والعلاقة بين الأمن والتنمية، وكذا دور الأمن في تحقيق الرفاهية الاجتماعية. الدكتور محمد حميدة أنه فقد تناول مفهوم الأمن ودلالاته، وقال بأنه يجب معالجة الصراعات الطائفية وزرع مفهوم التسامح بين المواطنين، أمر في غاية الأهمية. والأمن بمعنى ضد الخوف، وبالتالي هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي. يعني هذا الأمن يعني أهم شيء فيه السلامة. من جانبه الفريق آدم إدريس الذي تحدث عن العلاقة بين التنمية والأمن وهما وجهان لعملة واحدة، لن يتوفر الواحد دون الآخر، وأن الإنسان هو الذي سن القانون للحفاظ على ماله وإرضه وكل ممتلكاته، وقال لابد من أن يكون علاقة متينة بين المواطن ورجل الأمن حتى يحقق الأمن. أما المحور الأخير كان للدكتور صلاح الدين حسن الذي تطرق إلى دور الأمن في تحقيق التنمية. تعرفون أن العصر الذي نعيش فيه الآن أو الوضع المعيش العام كله بحاجة إلى كثير من الأشياء، وفي مقدمتها وطريعتها تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات والدول. هذا وأن خلال المناسبة قدمت أسئلة من بعض الأساتذة والمثقفون حول نفس الموضوع، وبعدها قدمت وصايا تمثلت في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوعية المواطنين وإدراج مادة القيم الأخلاقية في المناهج الدراسية.